دمها وكثر نور ونار. لإخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. كنشكر قناة إفادة على التغطية الإعلامية اللي دائما حاضرة في جميع الأنشطة ديال اللي كتقوم بها جمعية الرسالة للتنمية والمساندة ذوي الإعاقة. معكم زينب سحيمي رئيسة جمعية الرسالة للتنمية والمساندة ذوي الإعاقات بمنطقة بوقنادل. اليوم كما كتشوفوا معنا اليوم احنا في واحد الحدث اللي هو أول حدث من نوعه اللي كتقوم به جمعية الرسالة، هو افتتاح نادي الرياضي تابع لجمعية الرسالة. ارتئينا اننا نشوفوا هذا يعني اولا ننظموا هذا الحدث هذا، لان كاينين اطفال اللي هما تبارك الله عندهم قدرات وقادرين انهم يعطيوا في المجال الرياضي، فلهذا فكرنا اننا ننظموا هذا الحدث هذا. وان شاء الله ما هو الا بدايه ان شاء الله بحول الله، لان احنا رؤيتنا للمستقبل يعني واحد النظره مشرقه ان شاء الله اللي كنتمناو ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى ربي يوفقنا في العمل ديالنا. اهداف من التظاهره هذه هو ابراز قدرات الاشخاص في وضعيه اعاقه في مجالات مختلفه. يعني بالنسبه لينا حنا كجمعيه الرساله حنا كنشتغلوا على تمدرس الاطفال في وضعيه ادماج تمدرس الاطفال في وضعيه اعاقه في المدارس العموميه، ولكن هذه المره هذه اكتشفنا باللي كاينين اطفال اللي هما عندهم يعني واحد يعني السن ديالهم تجاوز سن تمدرس وقادرين انهم يعطيو في المجال الرياضي، فان شاء الله غادي نشتغلوا معاهم في هذا السياق هذا، وهذا يعني الحلم ديالنا اننا نشوفوهم ابطال في المستقبل علاش لا. كذلك كنتمنوا ان يتحقق الحلم ديالنا ان يكون واحد المركز نموذجي في منطقه بوقنادل اللي يكون كيتوفر على واحد القاعه رياضيه اللي يكونوا يعني اللي يقدروا الوليدات انهم يتدربوا فيها بواحد الطلاقه والاريحيه. النشاط ياتي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، وفي نفس الوقت كيدخل في البرمجه الزمنيه السنويه لجمعيه الرساله للتنميه والمساندة ذوي الاعاقات. هو عباره عن نادي تربوي رياضي اللي هذا النشاط ديال اليوم هو مجرد افتتاح ليه، وان شاء الله اليوم غنشوفوا مجموعه ديال القدرات، مجموعه ديال الممارسات الرياضيه اللي غيقوموا بها مجموعه من الاطفال في وضعيه اعاقه. وهنا كنقول على ان الاعاقه هي مجرد اختلاف، ما غيمنعناش من اننا نوصلوا لمجموعه ديال الطموحات او لنا نمارسوا مجموعه من الرياضات. وفي هذا الاطار كنشكر جمعيه الرساله للتنميه والمساندة ذوي الاعاقات على المجهود ديالها اللي كتبذلوا داخل المركز المتخصص اللي كتشرف عليه، وكذلك الشكر موصول لجميع الاطفال في وضعيه اعاقه سواء المشاركين او الاطفال اللي جاوا باش انهم يساندونا في هذا النشاط، الامهات كذلك، الاطر التربويه والاخصائيين كذلك المهنيين بالمؤسسه. شكر موصول لجميع الاطر اللي شاركوا في هذا النشاط وحاولوا انهم يقدموا جهود ديالهم سواء بشكل خارجي او بشكل داخلي، وشكر موصول كذلك المسؤولين عن النادي الرياضي على كل المجهودات اللي كتقدم. وكما اخص بالذكر الشكر لجميع الشركاء الرسميين ديال الجمعيه بما فيهم السلطه المحليه سيدي بوقنادل، المجلس الجماعي سيدي بوقنادل، كذلك التعاون الوطني للمندوبيه الاقليميه بسلا، كذلك قسم العمل الاجتماعي عماله سلا، جميع الشركاء اللي كيساهموا مع الجمعيه سواء من بعيد او من قريب. الشكر موصول لجلاله الملك محمد السادس على مجهوداته القيمه خاصة في مجال الإعاقة والعناية السامية دياله للأشخاص في وضعية إعاقة، فنتمنى له دوام الصحة والعافية. إن شاء الله عندنا واحد الحفل ديال افتتاح النادي، بصفتي أنا المسؤول على النادي ديال الرياضة، والهدف ديالنا كان بهذا الافتتاح هذا هو أننا نخليو الوليدات ديال المركز اللي هما في وضعية إعاقة أنهم يعبروا على القدرات ديالهم. زائد على هذا الشيء هذا بالنسبة اليوم هو غادي يكون كيتضامن مع اليوم العالمي للاطفال في وضعيه اعاقه اللي هو 3 جانفي. نتمنى ان الوليدات يدوزوا وقت زوين في هذا الافتتاح. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر جمعيه الرساله ومركز الانصات والتوجيه وادماج ذوي الاعاقات بالاضافه الى الشركاء ديالو، بالذكر للجماعه والتعاون الوطني، زائد عليها الناس المسؤولين على هذا المركب هذا. كانوا حصص تدريبيه بالنسبه للوليدات اللي حنا قمنا بها،
من ناحيه ديال ان الوليدات دربناهم على الكره زائد على الشيء على الجري السريع، وكذلك حاولنا اننا ندير واحد الكاستينغ ديال الوليدات اننا نشوف القدرات ديالهم في فنون الحرب، وهذاك الشيء كامل ان شاء الله غادي تشوفوه معنا في هذا الافتتاح هذا. انا حمزه الترمات، عندي 22 عام، كنسكن في قنادل زهرة البحر، وفي القنقاز نعطي رساله. انا فرحان نعسي علاش اللي يخلينا الملك الله ينصرو ويحفظو لينا، اللي يخلي لي ولادو خي مول السيد مول حسن واسرع علويه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر أبوني باش يوصلكم كل جديد.